السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج موضوع يهمك. في البداية أرحب بالزميلة سحر عزام. أهلا بك يا سحر، ازيك يا سيد؟ صباح عامل الخير ايه؟ عليك، عاملة يسعد إيه؟ تمام، صباحك يا رب، يسعد صباحك. ربنا يخليك. طبعا في الحقيقة يعني النهاردة إن شاء الله هيكون معانا حلقة مهمة جدا 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 جدا. لما نقول جدا يبقى موضوع مهم جدا، يعني لازم إن احنا نركز فيها جدا، لأن الموضوع يخص أمننا، الموضوع يخص الأمن الوطني المصري، الموضوع يخص استقرار الوطن، الموضوع يخص التحديات والمخاطر اللي احنا بنقابلها وخصوصا في الوقت الحالي. صح كده سحر ولا ايه؟ صحيح يا سيد، سيادة الرئيس أكتر من مرة ينبه على المصريين إن ياخدوا بالهم من الأمن القومي المصري، وعشان صحيح. كده النهاردة هيكون معانا ضيف مهم جدا جدا، وهو الخبير الاستراتيجي سيادة اللواء حمدي لبيب. منورنا يا فندم، موجودكم يا صباح فندم. الفل، صباح الورد على حضرتك. صباح الورد والياسمين يا فندم. سيادة اللواء أركان حرب حمدي لبيب، الخبير الاستراتيجي والأمني القومي، تشرفنا بيك يا فندم النهاردة، وسيادتك إضافة كبيرة طبعا لبرنامج موضوع يهمك، وإن شاء الله يعني نستفيد من خبرة سيادتك في المشوار الطويل اللي حضرتك قضيته في العسكرية. بشكر سيادتك يا فندم من كل ربنا قلبي، يخليك. وبشكر هذه القناة الموضوعية الوطنية اللي بتحب إنها تقدم موضوعات ثقافية نعم. إلى الشعب بأكمله، وخاصة الجيل الجديد، حتى يتعرف على الأوضاع المصرية. صحيح صحيح. في البداية كده حضرتك عايزينك تعرفنا يعني إيه أمن قومي. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. كلمة الأمن لوحدها نعم. غياب الخوف وجميع العوامل أو الإجراءات اللي بتؤدي إليه داخليا وخارجيا. الأمن القومي لأي دولة هو قدرة هذه الدولة بواسطة قوى الدولة الشاملة، اللي هي قوى السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والعلمية والإعلامية، صحيح. على إيه؟ إنها تعمل ثلاث حاجات: تحافظ على تاريخ وحضارة وتراث وعادات وتقاليد الوطن، ده في الماضي، صحيح فعلا. ثم تحقق متطلبات المرحلة الحاضرة، ثم تخطط إلى حفظ وحماية أهداف المستقبل في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. هو ده يا فندم كلمة الأمن القومي. جميل جدا سيادة اللواء. طيب لما سيادتك يعني تعرف حجم المخاطر والتهديدات التي تواجه مصر في خصوصا في الوقت الراهن يعني، والحروب اللي احنا بنشوفها اللي بيقوم بها الجيش المصري العظيم على الحدود، الحدود سواء العربية أو غيرها، فكنا عايزين نعرف يعني حجم المخاطر في الأزمة الحالية التي تهدد الأمن القومي قد إيه من سيادتك، يعني بصفة حضرتك خبير استراتيجي، وزي ما ذكرنا في البداية إن حضرتك يعني تاريخ طويل في العسكرية شكرا المصرية. شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما نيجي نتكلم يا فندم على الأمن القومي ده، الأمن القومي ده له دواير من جوه لبره. أول دايرة الدايرة الداخلية لداخل الوطن. إيه الدايرة دي يا فندم؟ صحيح. اسمها الدايرة الداخلية. مالها؟ الدولة لازم توفر للمواطن الاستقرار والتنمية، وتوفر له ضروريات الحياة الأساسية، صحيح. المأكل، المشرب، الملبس، المأوى، المداواة، وتبعد عنه الأخطار الخارجية، وتقوم بعمل التنمية المستدامة للازدهار في المستقبل. نعم. ده التهديد الداخلي. صحيح. طيب ايه بقى القضايا اللي بتهمنا داخليا في اول دايره من دوائر الامن القومي؟ التعليم، الثقافه، الصحه، البطاله، المداواه، الماكل، المشرب، الملبس، الماوى، المناطق العشوائيه، الفساد، كل ده الدوله بتحاربه. كل ده يا فندم اسمه الدائره الداخليه. صحيح. لو وسعنا الدايره شويه يبقى ده اسمها الامن القومي المباشر. المباشر يعني ايه مباشر؟ آه. كل الدول اللي على حدود معايا او قريبه مني. زي ايه؟ جنوب اوروبا، اسرائيل، قطر، الخليج، اليمن، السودان، ليبيا. طيب دي الحدود بتاعتهم، دول يمثلوا لي ايه؟ يمثلوا لي بالاضافه للحاجات اللي فاتت دي يا فندم امن طاقه وأمن مائي
امن مائي جايلي من منابع النيل، صحيح، وامن طاقه جايلي من باب المندب اللي هيخش على البحر الاحمر، اللي هيخش على قناه السويس. صحيح، تمام فندم. طيب نوسع الدائره شويه بقى، امن اقليمي. اقليمي جايلنا من ثلاث مناطق، ايران، تركيا، منابع النيل، تمام، اللي هي اثيوبيا، نعم، الصديقه. تمام يا فندم. تمام. طيب نيجي بقى نوسع الدائره اكتر، اللي هو بقى الامن الدولي، اللي هي مع المنظمات الدوليه، اليو ان، منظمات الماليه، مع امريكا، مع روسيا. تمام يا فندم. هنا ايه التهديد اللي جيلي منهم؟ ضغوط سياسيه واقتصاديه وعسكريه واجتماعيه واعلاميه. دي يا فندم عباره عن دوائر الامن القومي والتهديدات اللي فيها. طيب ما هو الاسلوب الحديث اللي سيادتك ذكرته، وده كان في منتهى الذكاء من سيادتك، ايه هو الاسلوب الحديث علشان نسقط الدوله اللي قال عليها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي انتوا معايا عشان ما نسقطش مصر ولا تفشل مصر؟ صحيح. كلمه اسقاط مصر او اسقاط اي دوله، الضغط على الدوله لعدم قدرتها بوفاء احتياجات اهلها او مواطنيها من ضرورات الحياه الاساسيه، الاكل والشرب والملبس. الحاجه الثانيه عدم قدره الدوله على الدفاع عن حدودها ضد اي اعتداء خارجي، تهريب مخدرات، تهريب سلاح، هجره غير شرعيه. كل دي بالكامل يا فندم بتمثل هذا النطاق. نعم. يا فندم، طب في اطار الحروب اللي بنقابلها ونواجهها الفتره دي من الشائعات، شايف ايه اسلم طريقه نواجه بها الشائعات اللي بنقابلنا الفتره دي؟ قبل ما نقول الشائعات يا فندم، وسؤال سيادتك برضه سؤال بمنتهى الذكاء، لان حرب الشائعات دلوقتي بقت اكتر سيطره، السوشيال ميديا، القنوات، جزء من احدث اليات الغرب لاسقاط الدوله. ودي طلع بيها واحد اسمه جوزيف ني سنه 2002 بعد برج التجاره العالمي ما تهد، وقال هنستخدم ضد الشرق الاوسط حاجه اسمها قوى الناعمه، سوفت باور. فعلا جت هيلاري كلينتون وهي وزيرة خارجية أعلنت في الكونجرس على التلفزيون، مش أجندات، وليها كتابين موجودين في السوق دلوقتي، كتاب اسمه خيارات صعبة وكتاب اسمه 360 بتقول فيه الكلام ده، سأحارب الشرق الأوسط and between practice بين قوسين مصر، يعني هي مصر الجايزة الكبرى ليهم، بحاجة اسمها سمارت باور، القوة الذكية. قالت السمارت باور دي هتنقسم لحاجتين، قوة صلبة قوة ناعمة. القوة الصلبة حاجتين، هحاربهم عسكريا مش بقوات، هحاربهم بجماعات إرهابية، صحيح، من نفس دينهم ومن نفس جنسيتهم زي الجماعة الإرهابية اللي كانت موجودة عندنا، هم اللي يبقوا ضد الدولة عشان ما حدش يقول ده صراع، لا ده نضال. ده من الناحية العسكرية. من الناحية الاقتصادية بقى، هحاربهم في المأكل والمشرب والملبس والمأوى والمدواء. ازاي؟ هنفترض ان احنا بنجيب من بره من اي دولة سلعه ب $100 الطن مثلا، لا ب 5000، 5000 بس انا عايز اجيبه عشان الشعب، اقوم اما اجيبه هبيعه غالي، تقوم الناس تقول ايه؟ حرام عليك، هي عايزين الكلمه دي تطلع من الشعب. صحيح. يبقى في انفصال ما بين الشعب وما بين القياده بتاعته، ويحمل القياده بتاعته المسؤوليه. صحيح. ادي القوه الصلبه. نعم. ودي القوه الصلبه عسكريا او اقتصاديا داخله على الجسد. اما القوه الناعمه زي ما سيادتك اشرتي، دخل على العقل والفكر وعمل غسيل مخ، ووش بريننج، السوشيال ميديا، الاعلام، فيرست اوف اول حاجه، الله ينور يا فندم، الاعلام الموجه من الخارج والاعلام المصري الغير وطني اللي صرح به سياده الرئيس في اخر خطاب. صحيح. الحاجه الثانيه رجال الاعمال الغير وطنيين، سيادة الرئيس في خطابه الأخير قال أنا جمعت رجال الأعمال وقلت لهم تعالوا شاركوا الدولة في تنمية سيناء، محدش جه. الحاجة الثالثة وسائل الدمار الاجتماعي، فتن وشائعات وأكاذيب زي ما سيادتك تفضلتي قلتي. رابع حاجة المعارضة الغير وطنية، في معارضة بناءة، معارضة الغير وطنية، وعشان كده اتعمل مجلس الشيوخ عشان تبقى العملية فيها شعب ثم مجلس شيوخ ثم مجلس نواب ثم قرار رئيس، هي دي المسؤوليه المجتمعيه اللي بيتكلم عليها الرئيس. ايه تاني في القوه الناعمه يا فندم؟ الجمعيات المصريه الاهليه الغير وطنيه ومعروفين،
كل امدادهم بيجي من قطر ومن تركيا. صحيح فعلا. معاهم حاجه اسمها الحرب النفسيه. الحرب النفسيه دي اذا قلت حرب نفسيه تبقى من جيش ضد جيش اثناء القتال. انما لما اقول عمليات نفسيه يبقى من دوله ضد دوله وقت السلم وقت الحرب ضد المواطنين العاديين المدنيين وضد العسكريين. خدي بقى سيادتك وده المهم وبحذر منه الشباب. الحرب التراثيه برضه في القوى الناعمه. يحارب سيادتك في العادات والتقاليد. يحارب سيادتك صحيح في التعليم. يحارب سيادتك في الثقافه. عشان كده سياده الرئيس قال لك لا ثوره في التعليم، ثوره في الجهاز الثقافي. هو ده صح. ايه تاني بقى؟ حرب قاتله اسمها الحرب الايديولوجيه. فن وفكر. في الفن احنا نجيب لهم فن هابط ويجي من جوه من بره. الفن زمان عندنا الاغاني. صحيح. عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب. وسيادتك بتسمعي الاغنيه الاب والجد والابنه والحبيب. كل العيله قاعده تسمع زي ما كنا بنتلم كل شهر نسمع ام كلثوم، نسمع فريد، نسمع عبد الحليم حافظ، نسمع محرم فؤاد. اجيال. صحيح. احترام ومفيش اباحيه ومفيش كلمه تخدش الحياه. انما النهارده سيادتك شايفه الفن شكله ايه؟ مهرجانات بقى وناس يقول لك مهرجانات شعبيه. ولذلك انا بحيي الفنان القدير المصري الوطني هاني شاكر على انه منع هذا الاسفاف. لان يا فندم اذا كان العلم والثقافه بتنمي الانسان فالفن بينمي الروح. والفن مطلوب يا فندم. ده الفن ده هو اللي وقف جنبينا في 67 وفي 73 ام كلثوم وعبد الوهاب اللي طافت الدنيا. ده اختراق هويه يا فندم صح؟ يا فندم اختراق هويه طبعا يا فندم. الله ينور حسابك. وكمان في حاجه تانية الالعاب بابجي ومش بابجي وحاجات في وسائل الدمار الاجتماعي. صحيح. ثم في الفكر. الفكر النهارده هما مش عايزين الشباب بتوعنا يقروا. لانك لو قريت هتتثقف مش مطلوب. المطلوب انك تاخد معلوماتك كلها من هنا. حضرتك يا ست اللي هو اثرت حاجه جميله جدا اللي هي يعتبر الفرق بين حروب الجيل الرابع واللي بيحصل في الوقت الحالي اللي هي يعني بيحاربك من غير ما يدخل بيك عسكريا. اتفضل. حضرتك اكيد لك رؤيه طبعا في المسمى اللي ممكن تطلعه اكتر مني بصفه حضرتك خبير في هذا المجال. ان احنا ازاي يعني يكون لنا رؤيه للتصدي والمواجهه لهذه التحديات يعني. فيرست بقول يا فندم اول حاجه مسؤوليه الاسره. تمام. الاب والام لابد انهم من نشاه الاولاد وده ما يسمى بالانتماء. لان الانتماء كما قال علماء الاجتماع الدكتور جمال الطحاوي في جامعه المنيا والدكتور صفوت العالم في جامعه القاهره ان الانتماء هو شعور داخلي يصدقه السلوك العملي. صحيح فعلا. ده الايمان. ما وقر في القلب وصدقه العمل. بيولد فين الانتماء؟ يولد في الاسره المصريه اسلاميه او مسيحيه او يهوديه. عندنا 542 يهودي هنا في مصر مش عايزين يسيبوا مصر. تمام. يولد فيه الاسره. اذا واجب الاب ايه؟ واجب الام ايه؟ مراعاه الاولاد. النشاه السليمه، الاخلاق السليمه، كنترول عليهم. الله ينور يا فندم. التدين. المراقبه. الغير ضاغطه. صحيح. وينموا فيهم حب الوطن. الله ينور يا فندم. وده مش هيجي. يمكن استاذ سحر قالت حته حلوه جدا ينموا. أيوه. فيهم حب الوطن. والله انا كان ليا قبل كده مقترح لوزاره الثقافه ولوزاره التربيه والتعليم ان احنا نخصص ماده للمدارس تدرس فيها الانتماء. تمام يا فندم. تدرس فيها حب الوطن. تمام. ويكون في زيارات كده كل على فترات متفاوته يعني او متباعده من الساده اللي زي حضرتك كده يعني سياده اللواء اللي منورنا ومن الناس اللي هي اللي عندها خبره. يكون في زيارات كده للمدارس. محتاجين ان احنا يكون عندنا من النشأ وعي. تمام يا طالب الذات. كمان محتاجين اعمال فنيه اكتر زي الممر. افلام فيها الحماس والتراث والتاريخ وحرب اكتوبر الحاجات اللي كنا بنعيشها زمان دي تتجدد تاني. مع سيادتك 100% يا فندم. الفن يا فندم بيرقب الروح. صحيح. ويرفع الروح المعنويه. صحيح. والايجابيه. صحيح. بياخدها منه. احنا لما كنا بنسمع زمان يا فندم كل مغني من المغنيين زمان ما كانش بيغني عاطفي بس. لا. صح. ده كان بيغني وطني. وطني عاطفي. ولو في مشروع قومي زي السد العالي ما كان موجود يخش فيه ويتكلم فيه. والربح مش هدفه. هدفه الوطنيه والانتماء لمصر يا فندم. والحماس والتشجيع. تمام يا فندم. فده واجب الاسره. انها تربي الاولاد وتراقب الاولاد. ما سيبش ابني
عشان انا مشغول في الناحيه الاقتصاديه. صحيح. ابني هيضيع والناحيه الاقتصاديه هتضيع. ثم في حاجه مهمه قوي يا فندم. اتفضل. ودي بقولها للشباب، كيفيه اختيارك للزوجه الصالحه وكيفيه اختيارك للزوج الصالح. صحيح صحيح. اذا نظر اليها سرت، واذا غاب عنها حفظتها، واذا اقسم عليها ابرتها. والزوجه تحترم الزوج، وربنا قال يبقى بينهم موده ورحمه. الاسره دي خليه المجتمع. صحيح. هي دي يا فندم اللي بيطلع منها دكتور، ويطلع منها مواطن صالح، او يطلع منها واحد خاين. طب يا فندم، اذا كانت الدول اللي بتقيم حروب على مصر تمام دعمت جماعات ارهابيه علشان تنمي فيها الحروب والحروب على مصر، ازاي احنا ممكن ندعم دور الازهر؟ الدور الازهر يتقدم في شكل دعم للمواطنين انه في مواجهه التطرف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمنتهى الامانه يا فندم، ومش عشان انا مسلم، الدكتور احمد الطيب، فضيله الدكتور احمد الطيب شيخ جامع الازهر، شيخ الازهر الشريف، قايم بمجهود غير عادي. فعلا فعلا. صحيح. ده حقيقي. مجهود غير عادي يا فندم. صحيح. اولا مبادرات وعمل زيارات لجميع الدول كلها بالكامل. صحيح فعلا. يمكن اللي ناس ما تعرفوش يا فندم انه انشا حاجه اسمها المنظمه العالميه لخريجي الازهر. صحيح. دي بتعمل ايه؟ بتدرس فقه وتشريع و كعلوم دينيه وموضوعات ثقافيه، بتدرسها لجميع المسلمين في جميع انحاء العالم. بيقوم ليهم بزيارات، بيعمل مبادرات، عامل حاجه زي بنك المعرفه بس الناحيه الدينيه. عامل حاجات الكترونيه وبيراقب الكلام ده كله. وراح قابل البابا واتكلم معاه. وبيواجه دلوقتي يا فندم بواسطه مجموعه من العلماء تحت قياده سيادته، وايضا سياده اللي هو مشروع تنفيذ الفكر المتطرف للمنظمه، برضه يعتبر طبعا يا فندم المنظمه العالميه لخريجي الازهر يا فندم بتقوم بدور غير عادي والناس مش عارفاه. زي ما سيادتك قلت، زي ما سيادتك قلت، لازم الناس تعرف الكلام ده. صحيح. مش ضروري ان انا اعرف بس وزاره التربيه والتعليم وزاره الثقافه بتعمل ايه. لا، الازهر الشريف بتاعنا، العمود الرئيسي بتاعنا بيعمل ايه؟ بيعمل كتير يا فندم. ده مطلعين كتب يا فندم دلوقتي ضد الفتنه، ضد الشائعات، ضد الاكاذيب. صحيح. يعني ايه الكفر؟ يعني ايه الالحاد؟ يعني ايه الحاكميه؟ يعني ايه الحوكمه؟ والشباب بعيد عن الكلام ده. لا لا، الازهر بيبذل كل جهده. صحيح. في هذا الاتجاه. اذا يجب هنا في نقطه مهمه، تنسيق وتنظيم التعاون بين الازهر الشريف. ايوه. ووزاره التربيه والتعليم. ايوه. والثقافه. صحيح. فعلا. عباره عن بروتوكول تعاون كده يشمل الجميع. نعم. وزير الشباب والرياضه. صحيح. ليه يا فندم؟ يتعامل ثلاث حاجات. فضل. واحد، موضوعات حضاريه. اتكلم عن حضاره مصر وتاريخ مصر والرموز الوطنيه بتاعت مصر وعلم. نعم. مصر. نعم. واشكاله والنيل اتكلم والرموز الوطنيه في كل مجال. صحيح. زي ما سيادتك كنت بتقولي المنسي دلوقتي و كله يتفق على انهم يبقوا بنبره واحده وفي اتجاه واحد. صحيح. مش كل واحد بيتكلم في اتجاه. دي موضوعات وطنيه، موضوعات حضاريه، يتكلم بقى عن الموضوعات الوطنيه. في الثلاث في الاربع اماكن. اذا ايه هو الانتماء؟ ايه هو الولاء؟ ايه هو الوطنيه؟ ايه هي المواطنه؟ ناس كتير ما تعرفش برضه. ايضا يا ست اللواء، يا ريت نتمنى برضه ان يكون في دعم للشباب اللي عندها فكر، الشباب اللي عندها رؤيه، نلاقي حد يسمعهم، نلاقي حد يتكلم. يعني سياده الرئيس، يعني بصراحه الفتره اللي فاتت قبل ازمه كورونا كان بيعمل المؤتمرات الشباب، ودي حاجه جميله جدا. يمكن اول مره احنا كشباب على مستوى العالم ما حدش. أيوه. عملها الا في مصر، يعني الرئيس. أيوه. المصري. فانا اتمنى من المسؤولين اللي تحت سياده الرئيس ان يشوفوا، يعني احنا عندنا مخترعين وعندنا مبدعين وعندنا مثقفين وعندنا شباب، عايزين نحتويهم، عايزين كده نقدم لهم الدعم والمساندة، نقدم لهم الـ الحاجة اللي هي خلاص عنده رؤية محترمة، فعايزين بقى نقدم له كل ده، نخليه يطلعه للنور. فهيكون ازاي سيادتك؟ انا بشكر سيادتك على هذا الكلام. ربنا يخليك سيادتك. بمنتهى الامانة يا فندم، انا هقول كلمة لوجه الله وصادرة من القلب. نعم. واذا كانت صادرة من القلب ستصل الى القلب. صحيح. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب ما اختاروش. صحيح. اللي جابه لنا ربنا. ونعم بالله. هو اختيار للشعب، لكن هو توفيق من الله. واقسم بالله يا دكتور سيد ان هذا الرجل لما كان جه كان زماننا زي دايره بقى. دي لبنان وسوريا والعراق واليمن وليبيا
كان زمان مصر اتضربت عسكريا من زمان. ده احنا في عز ازمتنا مصر فتحت ايديها لجميع المهاجرين من كل الدول دي. طب دول 5 مليون 6 مليون، احنا 105 مليون، نروح فين؟ وما زال سيادتك مصر مستهدفه، وما زال حفظ الحضاره بتاعتنا والتاريخ والعادات والتقاليد والتراث، حفظ النيل من الضياع وما زال، نعم، حفظ الهويه المصريه من الضياع، تماسك الوحده الوطنيه، حفظنا كلنا احنا من التشرذم. كنا هنروح فين؟ انا وسيادتك وسيادتك دلوقتي قاعدين هنا في براحه وفي امن وفي امان. منين جه الكلام ده؟ ثوره 30 يونيو. انا ما قلتش الكلام ده عشان انا كنت ظابط، لكن بقول الكلام ده لان انا مصري مواطن. وكما قال الدكتور جمال حمدان في شخصيه مصر، مصر ليست لها قوات امنيه. صحيح. يعني لا جيش والشرطة، لان الجيش والشرطه كلهم من الشعب. خالك وابن خالك وعمك وابن عمك. اسرائيل فيها 23 جنسيه، امريكا فيها 28 جنسيه، احنا جنسيه واحده، جنسيه واحده. فعلا الرئيس عمل حاجات كتيره، منها تقويه الجيش، جلب الرافال، حاجات كتيره لحمايه امننا الوطني. عشان سياده الرئيس يحمي الامن الوطني بتاعنا اتعملت حاجات. انا ما بقولش كلام من عندياتي، انا بقول كلام على الارض على الواقع. اتحطت عقيده سياسيه وعقيده عسكريه. عقيده سياسيه بتقول ايه؟ انفتاح وتوازن، لا احنا شرق ولا غرب ولا تاني حاجه، شراكه وليس تبعيه. صحيح. تالت حاجه، حقق اهدافك وانا احقق اهدافي. صحيح. مصلحتك ومصلحتي. زي ما سياده الرئيس بيقول مثلا في عمليه سد النهضه، بيقول لا ده احنا معاكم، احنا عايزين كل دول افريقيا تنمو، عايزين اثيوبيا تنمو، واحنا معاكم يا اثيوبيا. اكتر من كده يا فندم. الحاجه الرابعه، بالمنظر ده يبقى قرار المصري في ايد مصر وليس في ايد اي حتى. ده من ناحيه سياسيه. جه بقى سياده الرئيس من الناحيه العسكريه، اتعمل حاجه ما اتعملتش من ايام قدماء المصريين. وهي ايه يا فندم؟ قال مهام القوات المسلحه اربع مهام. اول حاجه يا فندم اللي هي تحقيق الامن القومي المصري. صحيح، دي اهم حاجه طبعا. تحقيق الامن القومي العربي المؤثر على الامن فعلا. القومي المصري فعلا. زي ليبيا. زي ليبيا فعلا. تمام يا فندم. وزي العراق وزي اليمن وزي سوريا. الحاجه الثالثه يا فندم اللي هي محاوله دعم الجيش الى خطط الدوله التنمويه. الناس بتسال اسئله عابره وبريئه، لكن في ناس تانية على تواصل وسائل التواصل الاجتماعي خونة بيشككوا. الجيش داخل في كل حاجة. أيوة، لأن دي أصبحت مهمة من مهام الجيش. مش بينفذها، بيراقب تنفيذها. صحيح. في جميع المشروعات دعم خطط الدولة التنموية. عايزين كمان حضرتك تشرح لنا تأثير اللي بيقام في ليبيا على الأمن الوطني بتاعنا، الرئيس لما حذر منه النهاردة يا فندم. اتفضل. الأخ إردوغان. إردوغان. أخ إردوغان 90% من الطاقة اللي عنده مش موجودة. بيصرف 50 مليار سنوياً عشان يجيب طاقة. صحيح. الليرة بتنزل. شعبيته ابتدت تنزل. الجيش ابتدى يتمرد عليه من أول امبارح. صحيح. يعمل إيه؟ قال لك أنا عايز طاقة في أي حتة. وفي نفس الوقت أحقق حلم الخلافة العثمانية. الدولة المريضة. إن شاء الله. مش هيقدر، انتهى يا فندم. طبعا. تمام؟ فقال لك لا. وبعدين مصر جت مع قبرص واليونان وكريت وعملت ترسيم حدود. صحيح. اتزنق، اتخنق. قال لك أخش على ليبيا. طب بقوتك؟ عشان هو مش شجاع زي الرئيس السيسي. قال لك لا، أنا هحارب بالوكالة. أجيب قوات مرتزقة اللي خلصوا سوريا. صحيح. بعد أنا ما خلصت عليها. هي والعراق. وادخلهم على ليبيا. ليبيا. تمام. صحيح. فيرست اوف اول عشان اخد منطقه السرت. السرت دي يا فندم اللي هي عباره عن الهلال النفطي الى ليبيا. تمام. بتطلع 99% من بترول ليبيا. سؤال. غير الغرب. اتفضل. تمام يا فندم. عشان كده سياده الرئيس راح جاي سياده الرئيس السيسي قال له لا، انت كاتب مرتزقه، اولا تحقق خلافه اسلاميه والطاقه بتاخد فينها فلوسه، وبعدين ايه يضرب بس كخنجر بالجنب. لا يا فندم، انا القانون الدولي واليونايتد نيشن بتقول ان انا احمي حدودي. صح.
النهارده الحدود مش ان انا اقف على الحدود. طيب يمكن سياده اللواء الموضوع يعني احنا محتاجين ساعات وساعات نتكلم في هذا الموضوع بصراحه يعني. وقبل ما نختم احنا عايزين نتكلم بقى في نقطه حضرتك توضحها لنا. احنا الاقاويل بتقول ان احنا حضاره 7000 سنه وما الى ذلك. فحضرتك ليك راي اخر في هذا الكلام ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتوره هاله احمد زكي في 15/6/2016 قالت في الاهرام قالت لقد اجتمع علماء الفلك والانثروبولوجي اللي هو الاجناس والتاريخ والجغرافيا وقرروا ان العالم مر عليه عصرين، عصور ما قبل التاريخ وعصور تاريخية. يبقى الفرق بينهم اختراع الكتاب. عصور ما قبل التاريخ بدأت من حوالي 200,000 عام قبل الميلاد ل 20,000 عام قبل الميلاد. الكتابة ما كانتش اخترعت. الآثار بتاعتها آثار صامتة عبارة عن أشجار متحجرة وحجارة. صحيح. بالكربون 14 بتقدر تعرف ستة. طب الآثار دي تواجدت فين؟ الأقصر، أسوان، وادي النطرون، المعادي، حلوان، الله. يعني تواجدت في مصر. يبقى إذن الحضارة بتاعتنا لا تقل عن بدايات الحضارة وليس اكتمال حضارة. بدأت من 20,000 عام قبل الميلاد. اتنين، في برضية اسمها برضية تورين. برضية تورين دي يا فندم جه واحد اسمه دروفتي إيطالي تمام، مرشد سياحي، راح قرية ميتراهينا اللي هي منف اللي هي منفيس ولقى برضية فيها جميع ملوك مصر، فراح واخدها وجري على ايطاليا في مدينه تورين حطها في متحف تورين. هذه البرديه بتقول ان التاريخ بتاعنا بيرجع من 20,000 عام قبل الميلاد. الحاجه الثالثه، كتاب اسمه كتاب مانيتون. كتاب مانيتون ده، مانيتون ده راهب من سمنود من الغربيه. الرومان لما كانوا عندنا ما شاء الله جابوا الحاكم الروماني وقال له اكتب لي تاريخ مصر، فكتب تاريخ مصر بيرجع لاكثر من 20,000 عام قبل الميلاد. اتحط الكتاب ده في مكتبه الاسكندريه. اليهود حرقوا مكتبه الاسكندريه كلها عشان الكتاب ده. عشان يطلع واحد منهم اسمه يوسفوس ويقول انا عندي نسخه عشان يحور فيها بقى. يكتب تاريخ بقى 3000 5000 لا 20,000 عام قبل الميلاد. للاسف الحاجه الرابعه اللي بعد كده امريكا من سنتين جابت مامت من عندنا موميا يعني يا فندم وبالتحليل بتاع الكربون 14 والحاجات دي لقوا ان الاصباغ دي بترجع مينيمم ل 15 الى 20,000 عام. اذا الحضاره بدايات الحضاره وبيتفق معايا في ذلك الدكتور وسيم السيسي والدكتور جمال حمدان تمام، فالدكتور مصطفى محمود. ختاما يا فندم الوقت البرنامج انتهى، عايزين حضرتك توجه رساله للمصريين ازاي يحافظوا على مصر وعلى امنها القومي. انا هقول الكلمه اللي قالها سيادة الرئيس لاقتناع الشديد بها. المسؤولية المجتمعية. أيوه. كل واحد فينا مسؤول عن بلده. صحيح فعلا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان خارج من مكة قال أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب صحيح. بلاد الله إلى الناس. صحيح. وهو داخل المدينة قال اللهم بارك لي فيها وبارك فيها في مكة. فالوطن ده، كلمة الوطن ده يا فندم، الوطن ده لابني والبنتي اللي انا بكلمهم دلوقتي. صحيح. اللي انت اتولدت فيه، اللي شربت من نيله. وضع ان حضرتك توصلت لست اللي كلت من طبعا. اكله والدتك ووالدك وجدودك اتربوا فيه. صح. اتعلمت فيه. اتثقفت فيه. بنشكرك يا ست اللواء. يعني صراحه حضرتك امتعتنا بالحديث، والحديث الوطني ده يعني احنا نحتاج ساعات وساعات زي ما كما ذكرنا يعني. شكرا يا فندم. انا بشكر باسمي واسمكم سياده اللواء اركان حرب حمدي لبيب الخبير الاستراتيجي وخبير الامن القومي. وكلمه اخيره اقولها يعني امن مصر والامن الوطني يعني انت احنا جربنا الفوضى وجربنا ما قبل يعني في 2011 وشفنا الحاجات دي كلها يا سحر. صحيح. يعني احنا مش عايزين بقى نرجع للحاجات دي تاني. شفنا الفوضى وشفنا قطاع الطرق وشفنا ان ما فيش امن. ومش هطيل على حضراتكم لان احنا نطلع لفاصل قصير ونعاود، فانتظرونا ان شاء الله. طورتنا يا فندم، سعداء جدا جدا ان حضرتك كنت معانا.